في رسالة كمان من حنان 5/8 سنة 60. 5/8 أسد وأسد بيور. بقول لها تغير مكان البيت بتاعها. هو مفترض ان من ضمن الحاجات اللي انا بعرفها ان امتى مين هيغير شغله او بيته، ولو اتاخر الحاجات دي بتعطله. فبقول لها لو انت ما غيرتيش البيت بتاعك حاولي تغيريه، لان بيجي علينا فترات كده هوت في حياتنا بتحس ان الدنيا ماشيه معاكي. زي مثلا ساعات بنصحى من النوم بتلاقي ربنا مسهلها لك، صح، وساعات ومبتبقيش عامله اي مجهود وعصبيه وبتتنرفزي والناس متقبلاكي ومستحملاكي، صح. واوقات تانية بتقومي بتبقي عامله مجهود كتير جدا 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 وتلاقي محدش، يعني مفيش قافله، الدنيا قافله. فهو ده بقى، ان ساعات بيجي علينا اوقات بتلاقي ربنا مسهلها في امور للبرج ده او للعشر ايام دول. في بقى اللي بيظبط حاله والدنيا بتمشي معاه، وفي اللي بيبقى متأخر لظروف حصلت له. لكن في أوقات كتيرة جدا بيبقى في حظ غير طبيعي. يعني مثلا بيجي عليا فترات مثلا أقول لبرج مثلا الأسد الفترة دي اعمل اللي انت عايزه، اللي جاي عندك حلو قوي والفترة اللي جاية عندك حلوة والدنيا لطيفة، فاعمل اللي انت عايزه. اللي هو أي أمور، أي إمضة، أي حد قرار هياخده هيمشي حلو جدا وهيبقى حظه عالي جدا 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 جدا. فبقول لها ان الفتره ديت عندها حظها حلو جدا، بس اهم حاجه عشان ده يكمل تنقل من البيت. اوكي حلو ده.